بعد الأحداث اللي كانت لا ضربت السياحة أكثر من الأول. يعني الوضع كتير بأزمة بسوق الناصري. هل ممكن الوضع يرجع زي قبل؟ هل ممكن تشوف زوار أكثر؟ إحنا دايما على أمل من قبل يعني الأحداث، حتى على أمل مش أحسن إشي وضع السوق، بس دايما على أمل إنه يتحسن، وإحنا مثابرين ورح نضلنا بانتظار إنه ينتعش سوق الناصري. السوق هون ببكي طبعا، هذا معروف الإشي، هذا مش من زمن علي سلام، من قبل علي سلام، من يوم ما كانت الجبهة 35 سنة بس المشكلة ما انتبهوا له من زمان، ما اهتموا فيه من زمان، فهن بحط اللوم، كل واحد بحط اللوم على الثاني. هذا السوق لو بإيد يهود أو بإيد أجانب صاروا مرتبينه طريقة كتير محترمة، بس المشكلة ما احترموا للسوق. وهنا كمان يعني كان السوق بشكل مباشر كان هو أساس الناصري، أساس الناصري هذا السوق. اختلفت الأمور يعني صارت الناس تطلع من السوق، صارت الناس تتوسع، الكنيونات صارت توكل، خلينا نقول في موجود كل هذا الاشي، بس السوق لازم يضل السوق، يكون سوق شعبي، شعبي فيه كل شيء. يعني أول كان فيه خدرجي، لحام، كان يجي البدويات هنا يبسطوا، كل معنى الكلمة يعني تشوفي تنبسطي بس تمركوا بالسوق. اليوم صرت تشوفي تمركوا بالسوق تيأسي، تيأسي ليش؟ شو السبب؟ لأنه فيش اشي، بتفتش على فراغ، لما تلاقي اشي فيه ملان يعني حتى لو مركت من السوق تنبسطي نفسيا، بتكون انت مرتاحة. أما هسه ما في، 90% من المحلات كلها مسكرة. طب هذا بحزن، هذا إشي ببكي. كان هون بلا مؤاخذة سوق العرايس، كان سوق النجارين، كان البياضين، كان الكندرجي، كان اللحامي، كان السماكي. يعني بيكفي تستمتع إنك أنت تشوف السوق بشكل تشوف البشر. اليوم ما في بشر، صرت تستني قبل ما يجوا الخواجات، بيجوا مع مرة أو بيجوا معتين مرة، تا انت تستنفع منهم. هاي مشكله الاولى هي على البلديه، لانه بالاساس ما اهتمت. المشكله الثانيه على التجار، لانهم ما يرحموا بالسعر. ليش؟ لانه في مثل بقول ارحم ترحم، يعني ما بصير تستغل، انت بيع بحق الله واربح لانه فش. والشيء الثالث كمان على اهل البلد، اهل البلد لازم هن يفيدوا بلدهم. يعني مش اطلعت الابيب واطلع هون واطلع هون مشان هيك، بس ايش المشكله؟ انه يعني فيش حدا بيهتم في التاني. أنا يعني زبون جاي هون، يعني مش أنا مش صاحب بسطة ولا إشي، أما باجي عند الصحاب. أما كيف أنت شايف الوضع صعب كثير، يعني قليل ناس، الناس بعد كورونا وبعد اللي صار بالأحداث الكوت، الناس يعني خايفة كمان. يعني طلع هون بالسوق القديم كل يوم سبت بيكون كثير يهود، يعني إسا فيش، مش قاعد فوت ولا يهودي هون، زي اللي خايفين، زي اللي بعرف شو مالهن. الأوضاع بتخزي، صعب كثير الأوضاع. طلع هاي البضاعة، يعني هاي البضاعة لازم بضاعة ألف، طلع مش مستكاوي عيني بدي أغرق دوالي، هذا لازم يكون الساعة 11-12 ما يكونش إشي منه. اليوم طلع قد الساعة وبعد مش باقيين إشي. الله ساعدنا التجار. أجواء ما فيش أجواء، مرك علينا رمضان، صارت بآخره حرب جنوب البلاد وهي مع غزة، ومشاكل اللي بالقدس، الحمد لله بطل حدا يفوت الناصري. الشارع الرئيسي بالناصري من اول لاخره جيش وبوليس، من يجي على السوق. وبعدين من الكورونا زي ما انت حكيتيها خفت اجر الناس شيء على السوق، بتقدر تصور من فوق لتحت فيش ولا انسان مارك يعني. وهي مش يوم ويومين، وكنا نشتغل ايام يعني بالسوق، ويوم سبت يعني كان صراحه فيه كانت تجي ناس زوار اللي هن من مركز البلاد. بعد هاي المشاكل الحمد لله فيش حدا بالسوق.